شنودة وديع متعين في انا اسمي شنودة وديع متعين في البريد المصري في مدينة 6 اكتوبر منطقة التوزيع الرئيسية. احنا هنا علشان مطالبنا اللي سلكنا بيها كل الطرق الشرعية علشان تتحج، ورحنا للسيد رئيس الهيئة وقدمنا له المطالب ورد علينا بأن هي حفظت. كانت مطالبنا بتتمثل في ان احنا بنطالب بالحد الأدنى للأجور وتطبيقه علينا، بنطالب بعلاوة دورية تضاف على على الأجر الأساسي، لأن احنا أجرنا الأساسي عبارة عن 277 جنيه. فاحنا كنا بنطالب بهيكلة الأجور على مدى زمني بإضافة علاوة دورية على الهيئة على الأجر الأساسي على الأجر الأساسي المرتب. وبناء عليه سلكنا دايرة ورحنا للسيد رئيس الهيئة الدكتور أشرف جمال الدين وقدمنا له المذكرة وقبلت المذكرة بالرفض. تقدمنا تاني بمذكرة تانية للسيد مدير عام منطقة شمال 6 أكتوبر اللي تقدمها تاني للسيد رئيس الهيئة وقدمناها للسيد رئيس الهيئة والسيد رئيس الهيئة رفض. قدمنا عن طريق الاتحاد النوعي لنقابات البريد المستقلة طلب للسيد وزير الاتصالات والسيد رئيس الهيئة، لأن احنا تابع لوزير الاتصالات بمطالبنا بتطبيق الحد الأدنى علينا علاوة دورية على تضاف على الأجر الأساسي زيادة 50% على حافز الأداء. والسيد رئيس السيد وزير الاتصالات قابل العروض بالرفض، والسيد رئيس الهيئة قابل العروض بالرفض. عملنا وجهنا بإنذار لوزير الاتصالات في حالة عدم الالتزام أو عدم الوفاء بمطالبنا إن احنا هنعمل إضراب جزئي على مستوى الجمهورية. وبعتنا إنذار لرئاسة مجلس الوزراء في عهد الدكتور البجلاوي، وبعتنا إنذار للسيد وزير الداخلية علشان حمايتنا من اندساس عناصر مندسة وسطنا في ميعاد إضرابنا. وبالفعل تم الإضراب وانتظمنا في الإضراب لمدة أسبوعين وبناء عليه كان في مجموعة ممثلة مننا للنقابة المستقلة برئاسة السيد محمد الصفاوي راحت في اجتماع مع السيد وزير الاتصالات دكتور عاطف حلمي، وتم الاتفاق على زيادة علاوة 7% على الأجر الأساسي، 50% على حافز الأداء اللي بيضاف على المرتب، عدم ملاحقة المدربين أمنيا أو نيابيا أو إداريا. وسيد وزير الاتصالات وعد بأن الأمور دي هتتنفذ في خلال أسبوع، مجلس الإدارة هيجتمع للتوقيع عليها. وبعد أسبوع انتظرنا القرار يصدر، وللأسف السيد وزير الاتصالات تنصل من كل وعوده. وكان أيضا الدكتور أشرف جمال الدين في زيارة المكتب المنوفية أثناء الاعتصام الأول وأصدر بيان بمطالبنا بزيادة مرتبنا 250 جنيه بدل غلاء أسعار اللي هو بدل الحد الأدنى، يعني 250 جنيه على زيادة على المرتب بمسمى زيادة الأسعار، زيادة الراتب الأساسي 7% من بداية السنة المالية الجديدة، زيادة حافز الأداء بنسبة 50% من بداية شهر 3. ولكن بعد اجتماع مجلس الإدارة تنصلوا من كل الوعود، وبناء عليه تم الإضراب الشامل والكامل في جميع مكاتب البريد على مستوى جمهورية مصر العربية. طيب بتحب توصل رسالة إيه بالفكرة اللي بيحاولوا يصدروها عن الإضراب إن هو بيعطل مصالح المواطنين؟ احنا في غاية الأسى، إن احنا مش قادرين نقدم الخدمة للسادة المواطنين، وده مش موجه العمل ده، الإضراب ده مش موجه أبدا ضدهم. احنا بنحتاج دعمهم معانا وقفتهم جنبنا، لان احنا بنخدمهم على طول عمر الهيئة 160 عام، احنا بنخدمهم على طول 160 عام دي. لكن احنا لينا مطالب مشروعة، لو تعرفوا مرتب موظف البريد قد ايه،
في ظل ان هو بيقوم باعمال اداريه وماليه مثيله ومشابهه لموظف البنك، ولكن في فرق كامل بينه وبين مرتب موظف البنك. فالاضراب والاعتصاب مش موجه ابدا للساده المواطنين، الاضراب والاعتصاب موجه للاداره المتنصله من وعودها.